خطوة هامة نحو إقرار مساواة أكبر بين أتباع الأديان المختلفة حققتها مدينة نيويورك بإعلانها للمرة الأولى عيد الأضحى يوم عطلة رسمية للمدارس. وكان الرئيس بلدية المدينة الديمقراطي بيل دي بلازيو قد أعلن عن هذا القرار في مارس أذار الماضي. وبقرارها هذا تكون بلدية نيويورك قد وضعت حلا لما تواجهه الجالية المسلمة التي كانت تضطر لحرمان أطفالها من يوم دراسي للاحتفال بالعيد أو إرسالهم إلى المدارس مع افتقادهم لفرحة الاحتفال بالعيد.